اليوم الموافق 8/3/2022 أعطى وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع صفوف الطعام. تقدمت وزارة الأوقاف بإهداء مديرية التضامن بقنا 3000 كيلو 3 طن لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة بمعرفة مديرية التضامن بقنا ويمثلها الأستاذ حسن عثمان في إطار رفع العناء عن المجتمع المصري تحت رعاية معالي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.